في وادي سوق عيبان القديم، أشهر وأقدم أسواق من المملكة بشكل عام. يا سلام، من أقدم الأسواق. سبت يوم كان سوقها الخميس، الخميس سوق الخميس، وكان سبحان الله العظيم لن لا تلقى محل كذا من تكاثر الناس. نعم. وتوافدهم عليه. نعم. يا الله، هذه نعم. يعتبر زي السوق الشعبي حاليا. نعم. يا سلام، ثلاجاتها، الآلات موجودة، أدواتها، الآلات موجودة. يا سلام، كم من أشهر الأسواق، يعني من 80 سنة يا شيخ، فوق 500 سنة. 500 سنة. المنطقة هذه كانت مجلب الغنم، سوق الغنم. هذا سوق الغنم. نعم. كان يس. هم هذا الموقع اللي يجلبوا حلالهم. نعم. يا سلام، هذه الخياطين زمان. هنا الخياطين. نعم. يا سلام، طبعا هذا وادي القاط. هذا وادي القاط. يا سلام، هذا وادي القاط، هذا اللي كنا احنا في راسه اول النهار. نعم صحيح. يا سلام، على كلمة هذا وادي القاط. يا سلام، ما شاء الله، منطقة تجارية. أبو عبد العزيز، أكيد إنه رحلة الشتاء والصيف ترتبط بالمواقع هذه، أعتقد إنه طرق من الطرق اللي تؤدي إلى اليمن. نعم صحيح. أول هذه منطقة على زمان ما كان لا يوجد أي سوق غير سوق عيبان نهائياً. سوق عباد الكبير. نعم. يوم الخميس. يوم الخميس. فكانوا من جميع القبائل، قبائل الفيفا، يا سلام، بني مالك، بلغازي، كلها تجمع في هذا السوق. يا سلام، في قصص كثيرة حصلت في السوق هذه، ومناسبات واجتماعات، وكان يديرها شيخ السوق. يا سلام، كان شيخ السوق مسؤول عن أمنها. أكيد، يعني هو كبير السوق. كبير السوق.